السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس وهذه أبرز عناوينها. في ذكرى نزول القرآن الكريم، موكب ديني بجامع الزيتون المعمور يبرز معاني الوسطية والاعتدال للإسلام. التونسيون المقيمون في الخارج يحافظون على تقاليد شهر رمضان ويعيشون أجواءه المميزة رغم البعد عن الوطن. المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتجديد رخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء في جلسة عامة. 1453 عاما على نزول القرآن الكريم، وبهذه المناسبة أحيت تونس هذه الذكرى بجامع الزيتون بالعاصمة، أحد أهم منارات الحضارة الإسلامية، حيث توافد الزائرون للاحتفال ليعيشوا أجواء مميزة من التراتيل والأذكار، وليعلنوا أن القرآن هو رسالة سلام للعالم. المناسبة حضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعددا من الوزراء والسياسيين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. مع مرضى إنسانية في تعامل رب العمل مع عماله. القرآن هو دين رحمة، هو دين حب، هو دين عدل، هو دين مساواة، هو دين وسطية، هو دين اعتدال. والمعاني هذه الحقيقة حبينا نبرزوها اليوم باش نأكدوا ونعاودوا نأكدوا مرة أخرى البلاد هذه بلاد الزيتونة، بلاد عقبة. البلاد هذه هي معناتها جذورها في جذور الإسلام، الإسلام الحقيقي. تتميز مساجد جزيرة جربة بطابع معماري خاص، مسامرة دينية وإنشاد يميز السهرات الرمضانية بالجزيرة. لمحة عن أبرز هذه الخصائص المعمارية للمساجد بجزيرة جربة. في جزيرة جربة مئات المساجد والجوامع، يتحدث العديدون عن عددها بعدد أيام السنة، لكن ذلك ليس الجانب المتفرد في الحكاية فقط. ففي جزيرة جربة لا ترى في هندسة الجوامع والمساجد زينة أو نقوشا أو زخارفة، حتى قيل أنها مساجد ساجدة وراكعة لله عز وجل في معمارها الذي هو عرف ببساطته وبدون زخرفة، حتى يكون الإنسان في المسجد الذي أم المسجد يعني في خشوع. المساجد والجوامع تجمع بين مذهبين، المذهب الإباضي والمذهب المالكي، والميزة هذه تميزت بها جربة منذ عصور، لأن مسألة تواجد مذهبين دليل ثابت على مسألة التعايش. في جوامع جزيرة جربة ومساجدها في شهر رمضان المعظم مواعيد للأنشطة الدينية المختلفة. في حومة السوق في جربة بصفة عامة عندها نكهة خاصة، وعندها ليالي نحيوها بكل معنا في كل جوامع جربة. توليت مدنين هناك أكثر من 7000 نشاط ديني بين محاضرات ودروس وأختام قرآنية وأختام حديثية في كافة المساجد والجوامع بكافة المعتمديات تحت إشراف السادة الوعاظ المحليين وأئمة الخطابة. جزيرة جربة بمساجدها وجوامعها أرض السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الأديان. رغم البعد عن الوطن والعائلة، أجواء خاصة يعيشها التونسيون المقيمون في الخارج خلال شهر رمضان. في فرنسا مثلا، يعمل عديد التونسيين المقيمين هناك على خلق أجواء شبيهة بتلك التي في تونس. عند التجول في حي بلفيل الباريسي، تظن للوهلة الأولى أنك في أحد الأسواق الشعبية التونسية، فعلى هذه الطاولات المرصفة أمام المحال التجارية تجد ما لذ وطاب من المأكولات والمنتجات التونسية. رمضان في باريس، يعني المنطقة اللي نعيشوا فيها نحن بلفيل كورون عبارة باب الخضرة، باب الفلة، تحس روحك في البلاد حلفة، وين أنت في تونس هنا راك تعيش. عندنا كل شيء تبارك الله، منين الدور باش تلقى كل شيء، منتوج تونسي وماكلة تونسية وعصيدة تونسية. رمضان في تونس جو أحلى، جو أحلى في الخدمة، حتى في الخدمة يتغير التوقيت نتاع الخدمة، في برشا حاجات في اللحمة نتاع العائلة كلهم مع بعضهم نفس الطاولة. لهنا ما فهمش الصنص نتاع رمضان. نسبة كبيرة من الجالية التونسية في فرنسا تسعى للحفاظ على طقوس وتقاليد شهر الرحمة والاحتفاء به في أجواء تحاكي الأجواء في الوطن، علها تخفف عنهم الحنين والشوق لدفء العائلة ولم الشمل.
الله أكبر الله أكبر. في جو عائلي جميل ومميز تحرص عائلة زلامة على التجمع مع الأحباب والأصحاب حول مائدة رمضانية تجمع مختلف الجنسيات والثقافات وتتزين بشتى أنواع الأطباق والأطعمة التونسية الشهية. أنا تربيت في عائلة كبيرة في تونس ومعناتها دارنا محلولة للناس الكل، معناتها فريمون كي جيت لهنايا حبيت نربي ولادي، معناتها فريمون علمتها تقاليدنا وعاداتنا ورمضان والصيام والعياد والكل. مومون دو بليزير دو اي دو سو تروفي ايسي. إنها لحظات جميلة نقضيها هنا مع سكينة، فنحن نعمل معا وأنا أحبها وأحب قضاء الوقت ومشاركة هذه الأجواء معهم. بعد مشقة صيام يدوم أكثر من 17 ساعة يحلو السهر حول ألذ الحلويات التونسية كزلابيا والمخارق وسط لمة مشبعة بالأجواء التونسية. اللمة متاع العيلة سيرتو في معناها في وقت شقان الفترة مع الأذان، تلقانا كلنا نستناو في الأذان وكل معناها حاجة باهية، ما تحسش روحك بعيد على جوك اش كنت تعيش قبل الغادي. دونك بحذا قريبتي دونك راه بريسك الفامي متاعي نقعد معاهم نفطر معاهم، نحس في روحي في لما معناها صحيح مش كيما ما وبا وكيما اخواتي، مي كمان ينقص شويه عليا. ان شاء الله ديما تونس عزيزه وخضره، وان شاء الله ديما نروحوا لها في الحنين. رجع لكم مبروك. ككل رمضان تتجه الأنظار نحو الأعمال الدرامية التونسية التي تشترك أغلبها هذا العام وفق عديد المتابعين في مظاهر مختلفة أبرزها ظاهرة العنف. مندوب حماية الطفولة بولاية تونس نبه من ارتفاع نسبة العنف في هذه الأعمال ودعا الأولياء إلى مزيد مراقبة أبنائهم. تتملح منه وما تعرفش حتى شنو اللي عملته فيه. إلى شاشة صغيرة، إلى عالم المسلسلات والأعمال الدرامية التونسية تتجه الأنظار وتجتمع العائلة في رمضان. شخصيات وأبطال، قصص وأحداث شدت المشاهدة بنسب مختلفة. خصوصية هذه الأعمال يتحدث عنها التونسي. فما مسلسلات اللي باهين كما نوبة ذاك باهي، سينو فما المسلسلات الاخرين في الوطنيه زاد باهي، فما حوايج خرجت عن على اخلاقنا احنا كمسلمين وكتوانسه. والله ما شفته ما شاء الله. ما لا تبعتش لا. مسلسلات فيها برشا عنف، فيها برشا معناها الصوره قادمه وقاعده تروج الحاجات اللي هي موجوده مش موجوده، اما ما يلزمش نكشفوها بالطريقه هذيك. علاه في اللي سامثه مش مظاهر تاع عنف؟ ليش اخي وين عايشين؟ احنا عايشين في الشارع، في الشارع تاع مظاهر تاع عنف. احكي على تونس صحيحة، ما مش مسلسلات نتاع عائله. ما اذا كان نوروه نحن مسلسلات فيها عنف بطبيعه التلميذ باش ياخذ ما يصبح عنيف. اما نوري اما نصلح. لازم نفكر امي تراكي مثلا نس مليح، لازم العربي ما تضحكش برشا لكن فيها حكم. يا هل ترى فما رقابه؟ ومع كل هذه الملاحظات نبه مندوب حماية الطفولة بولاية تونس من ارتفاع منسوب العنف اللفظي والبدني فضلا عن الإيحاءات المنافية للأخلاق واستعمال المواد المخدرة في الأعمال الدرامية لهذه السنة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأطفال خاصة. هنا مش نلقاو عنف بركة، نلقاو حتى أنه بعض القيم ولا بعض الحاجات اللي كانت سلبية يقدم على أساس أنها إيجابية، كما مثلا المخدرات، كما مثلا طريقة التعامل مع الأولياء. هذا الكل راه يعطي صورة خايبة للأطفال، يراوها في الأبطال متاعهم ويستبطنوها، ونعرفوا الصغار أنهم الصغار يقلدوا ياسر، دونك باش يولي عندهم هذيك مقاييس نتاع قوة ولا مقاييس نتاع نجاح. هنا الهيكة عاملة مجهودة في إطار إمكانياتها وفي إطار قانون، لكن ما تنجمش تحمي من كل شيء. الولي يلزم يتحمل مسؤوليته ويلزم يسنس أولاده باش يختار المادة الإعلامية. هذا ويتولى مندوب حماية الطفولة التنسيق بصفة دائمة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري من أجل الحث على احترام حقوق الطفل والمرأة في مختلف ما يبث من أعمال درامية تونسية. صدق مجلس نواب الشعب على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة برج الخضراء، وقد أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ارتفاع عدد رخص البحث والاستكشاف عن المحروقات ليبلغ 30 رخصة.
المشهد هو ذاته في الجلسة العامة خلال مناقشة أحد أهم المشاريع والمتعلق بالتمديد في صلاحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات وتعرف برخصة برج الخضرة والتي تعود إلى سنة 1990 و1000. فالنواب انقسموا كعادتهم بين مساندين للتمديد وبين رافضين ليتم الحسم عبر المصادقة على عمليات التمديد. خلينا نروحوا للدار ونحن مرضى معناتها ونحن مش راضيين على رواحنا ونحن نعملوا في عمل عارفين اللي هو منافي للقانون منافي للأخلاق منافي للإنسانية. القوات الباطنية العقود والاتفاقات اللي وقع إمضاها من قبل الدولة بالإمكان مراجعتها، ولكن شكون يراجعها؟ شكون؟ ما نجموش يراجعوها. حاولنا نعالج كل الإشكاليات اللي مرت أمامنا، الإشكاليات القانونية سواء فيما يتعلق بالمدة بالتجديد ببرنامج التطوير بالعلاقة بموضوع الغاز الصخري بالعلاقة بالمنطقة الفراغ القانوني اللي حصلت، فبالتالي أنا نعتبر القانون جاهز. وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني تحدث عن عجز في الميزان التجاري والطاقية ما يدفع نحو مزيد البحث عن حلول عبر إنتاج الطاقة والطاقات المتجددة، معتبرا أن ملف الطاقة وخاصة الآبار البترولية من أولويات الحكومة. ولم ينكر سليم الفرياني وجود فساد في هذا القطاع. فما طبعا قلت ملفات ماشية للقضاء، واليوم قاعدين احنا نركزوا أكثر ممكن باش الناس كلها تاخذ مسؤوليتها وتتحمل مسؤوليتها وباش تعرف أنه الفساد ماهوش ممكن في القطاع هذا وفي أي قطاع داير. دونك احنا قاعدين نشوفوا في عاديين والتفقدية العامة نعاود نشكرها، لأنه المهمة تاع التفقدية العامة يوميا قاعدين يخدموا على كل المستويات في كل المؤسسات. كما أكد سليم الفرياني ارتفاع عدد رخص البحث والاستكشاف عن المحروقات لأول مرة في تونس بعد الثورة ليبلغ العدد 30 رخصة استكشاف إلى جانب حفر وتطوير 13 بئرا. كما صدق النواب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ يقدر ب 154 مليون دولار أمريكي. حضر غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي من أن ليبيا على شفا حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد، وحث الأمم المتحدة على منع الدول من تغذية الصراع بالأسلحة، لكن لم يحدد سلامة أسماء الدول التي تقدم السلاح لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة أو لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر. في الأثناء عادت المياه إلى سكان العاصمة الليبية طرابلس بعد يومين من قطع خط الإمدادات لتتفادى بذلك حدوث عجز كان يمكن أن يتسبب في أزمة إنسانية. وفي السودان دعا تجمع المهنيين الثلاثاء إلى إضراب سياسي عام، وقال إن جلستي حوار مع الجيش تواصلتا ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يضم عددا من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد سيختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها 3 سنوات. على صعيد آخر ذكر مكتب النائب العام السوداني أن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي يحوي 46 مليار دولار تحت تصرفه، لكن حراسه حالوا دون اعتقاله. وافق مجلس الوزراء البريطاني على الخطة المعدلة التي طرحتها تيريزا ماي رئيسة الوزراء لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. وتتضمن الخطة المعدلة إدخال تعديلات على قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشمل البقاء داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة مؤقتة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة، وضمانات متعلقة بالحفاظ على معايير البيئة الأوروبية بعد بريكسيت، فضلا عن الإبقاء على نفس حقوق العمال المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية لكسب تأييد نواب حزب العمال المعارض الذي رفض الاتفاقية في البرلمان في جولات التصويت 3 الماضية. من أخبار الرياضة الآن، تدور اليوم الأربعاء مباريات الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يتبارى النادي البنزرتي بملعب العالية ودون حضور جمهور مع الملعب الجابسي.
وفي ملعب الطيب المهيري يتقابل النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، ويواجه مستقبل جابس نادي حمام الأنف، ويلاقي اتحاد طويل في ميدانه الملعب التونسي، فيما يواجه النادي الإفريقي نجم المتلوي، ويلعب الاتحاد المونستيري ضد اتحاد بن قردان. نهاية النشرة، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في ذكرى نزول القرآن الكريم، موكب ديني بجامع الزيتون المعمور يبرز معاني الوسطية والاعتدال للإسلام. التونسيون المقيمون في الخارج يحافظون على تقاليد شهر رمضان ويعيشون أجواءه المميزة رغم البعد عن الوطن. المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتجديد رخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء في جلسة عامة. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.